هنا في هذه الأرض القاحلة ووسط هذه الخيام المتآكلة تقبع مئات الأسر التي ظنت أنها بمغادرتها لمنازلها ستتوقف المعاناة، لكنها وعلى عكس ما ظنت كانت على موعد مع فصول أخرى لمعاناة لم تنتهي. ففي مخيم ضروان الذي يبعد عن محافظة صنعاء حوالي 30 كيلومترا تقريبا، تقبع أكثر من 400 أسرة نازحة قادمة من محافظة صعدة، وتعاني أوضاعا إنسانية سيئة نتيجة لغياب تام لكل مقومات الحياة. المخيم الواقع في الطريق العام الواصل بين محافظتي صنعاء وصعدة يغيب عنه كل شيء عدا هذه الخيام المهترئة التي لا يملكها جميع النازحين، ويغيب عن ساكنيه الماء والطعام إلا من قليل مما تعجنه النساء ويوقدنه بكل ما يمكن أن يشعل نارا علّه يسد رمق أطفالهن الذين لم يحرموا من طفولتهم فقط بل حتى من حقهم في حياة كريمة. النازحون يشكون أيضا من غياب الإغاثة التي يعرقلها وجود من كانوا سببا في تهجيرهم، فسلطة الميليشيا وكعادتها لم تقدم لهم أي مساعدة أو اهتمام.